ايه بقى في حكايه الطاقه السلبيه اللي هي طاقه الياس دي؟ هو بالظبط كده يعني. انت عارفه يعني مثلا انا بلاحظ اول ما تكرس حياتها في التفكير في القادم او فارس الاحلام اللي هو بيحصل لها اوبسيشن، عارفه حصان اسود ده بيبقى اسود وفظيع، بيجي لها لو ما جاش بقى او لو الحصان اتاخر شويه او في حاجه حصلت في الطريق في الدائري بالظبط بيجي لها بقى ايه حاله احباط، فالاحباط ده بينعكس على شخصيتها وعلى سلوكها جدا. بصي بيحصل لها اوبسيشن. يعني عايزه اقول لك انا معظم الناس اللي بتجيلي في الكوتشنج هي بنات سنجلز، وبعدين هي مش فاهمه تلاقي بنات زي القمر ومتعلمين كويس ولطاف جدا، وتقول لك انا مش عارفه انا بقابل ناس كتير ومش حاجه بتحصل، اي دون نو واي. يعني انت لما تروحي فرح مثلا يا حنان يعني ما بتشوفيش، يعني تلاقي العروسه وجنبها بنوتين وفي بنات كتير قوي سنجلز بتبقى قاعدين عارفه يعني انا عايزه حد بليز، يعني عايزه عريس، عايزه حد يتجوزني. يا حرام كلهم بيبقوا مستنيين باقه الورده. وبصي الرجاله يعني ام سوري بس الرجاله مش اغبياء، يعني ما هو بيحس ان انت هتموتي عايزه تتجوزي، فدي طاقه فيها ياس كده، فاتس يعني ان انت هتموتي على الحاجه. هي طاقه فعلا منفره طارده. تلاقي في الاخر الولاد اللي موجوده اللي بتدور على بتهرب طبعا. لو اللي بتدور على راسه في الفرح هياخد باله من مين؟ من واحده قاعده مستمتعه بوقتها بجد بتضحك مع الناس ومع اصحابها ومش مهتمه ومش باصه على حد. لازم البنت الثقيله. حلو بقى الجزئيه دي بقى اللي احنا هنتكلم عنها، ازاي انه البنات اللي بتفكر في الموضوع ده تفكر بشكل مختلف، تستمتع بحياتها وتبقى حاسه انها انا سنجل وافتخر. مش فكره انها تروج للمنهج ده بس بالزبط. فكره انها تبقى مستمتعه استمتعي النهارده بالظبط، استمتعي النهارده عشان يبقى في بكره. حلو قوي. انت قلتي لي ان في خطوات معينه. يعني بصي اول حاجه خالص هي محتاجه بس تفصل، يعني انت بيبقى عندك حاجه بتفكري فيها كتير كده افصلي خالص عنها. محتاجه اولا تستمتع بحياتها قوي 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 للاخر. يعني انت عندك طبعا غالبا بنات تشتغل معاكي وقتك وفلوسك وفريدم وبتعملي الديسيجنز قراراتك لنفسك وبتاع، فاستخدمي الكلام ده انك انت تاخدي بالك من نفسك وتسافري وتتعرفي على ناس وتشوفي العالم وكوني شخصيه. دي اول حاجه ان انت تو انجوي يور تايم وسبين تايم مع اهلك ومع اصحابك. يعني انت لما هترتبطي دي كلها هتبقى احلام، يعني ما يبقى عندك بقى مسؤوليات كل يوم واطفال ومدارس ومش عارف ايه بالظبط، الكلام ده مش هتشوفيه خالص تانية. صحيح. فهي تستمتع بالجزء ده دلوقتي اللي هو يعني متوفر ليها بالظبط. وتاني حاجه هو بس المشكله انه لما يعني بنات يعني يطلعوا يعني يخرجوا مع بعض الحقيقه بيتكلموا كلهم عن نفس الموضوع واحد. أيوة. فيبقى بدل حد بيتكلم عن حاجه واحده بس 18 واحده بتتكلم عن موضوع واحد، فالموضوع يعني كل ما انرجي بقى معديه بقى كله بيحصل له ستريس يعني. اكزاكتلي كله بقى بيتكلم في نفس الموضوع. ف تاني حاجه ان هي محتاجه تخلق حياه بتحبها، محتاجه تشتغل على نفسها. يعني اولا قصه مثلا ان معظم البنات بتخلص شغلها وبعدين تروح مروحه يا اما نايمه تتفرج على التلفزيون 4-5 ساعات. انت صغيره قوي على القعده دي، الحياه الروتينيه يعني. صغيره قوي على القعده دي. اخرجي انتشري، يعني اخرجي اخرجي روحي اشتركي في عارفه اعملي اكتيفيتيز، يعني اعملي انشطه، بس انشطه مش رايحه عشان تقابلي حد، انت رايحه عشان فور يو. بلاش التوجه ده، يعني التوجه ده تبعد عنه. مش انها مثلا رايحه لنشاط معين علشان تقابل حد هناك، او في دماغها انه احتمال تقابل حد هناك. لا هي بتعمل النشاط علشان تسعد نفسها، هي بتخرج عشان تسعد نفسها وعشان تلاقي الباشن بتاعها. يعني اتس فيري امبورتنت ان انت تلاقي الحاجه. يعني احنا كلنا ربنا خلقنا لسبب غير بس ان احنا يعني نتجوز ونخلف، ولا كلنا نستعمل كده يعني الجديد يعني، لكن كل واحد مخلوق عنده مهارات معينه كده بتاعته لوحده. فدي عشان تعرفي انت الباشن بتاعك ايه او الهدف اللي ربنا جايبك عشانه في الدنيا ايه. تعرفيها من الحاجات اللي انت بتحبيها بشكل تلقائي وكويسه فيها بشكل تلقائي. فروحي بقى خدي كورسز في الحاجات دي، والله طبيخ، فوتوغرافي، سكاي دايفنج، روحي يوجا ريتريت اوفر ذا ويكند. عندي كميه ناس في الكوتشنج يعني اتقابلوا مثلا في كلاس فوتوغرافي، بس هي كانت رايحه عشان هي تتعلم ده ليها بالظبط، مش حاطه نفسها كيف تصطادين عريسا. بتاع هند صبري، كيف تصطادين عريسا. ايوه بالظبط. الفكره ان انت لما بتبقي بتعملي حاجه بتحبيها فعلا وعندك كل يوم انشطه وحاجات بتروحيها وبتاع، ده بيخليكي شخصيه انترستنج. احنا عملنا سيرفي صغير من كده سالنا ولاد كتير قوي انت شايف مين البنت الانترستنج، البنت اللي انت تحب تتعرف عليها او ترتبط بيها. فقال واحده بتعمل في حياتها حاجات بتحبها وانترستنج وواثقه في نفسها. ومش مركزه طبعا. ما هي هتركز الثقه بالنفس هتروح لانها تبقى انسكيور طول الوقت بتدور طول الوقت هانتنج بالظبط. لا فان انت انترستنج وعندك حاجات بتعمليها، الباشن ده بيديكي طاقه كده بتخليكي ملفته اصلا. تعملي حاجه بتحبيها، تطلعي سفاري، في مليون الف حاجه. انت بقى دوري بتحبي ايه وابداي روحي اعمليه. فبعد شويه هتبقي خالقه حياه، عندك شغل وعندك يور لايف بتروحيها في الويك اند، بتطلعي تعملي حاجات فبتخلقي حياه بتحبيها وبتلاقي نفسك. تمام.
التالت حاجة هي محتاجة قوي ان هي تشتغل على نفسها. موضوع الشغل على نفس ده مهم قوي. ده دايما انا ده بقوله للناس، بقولها يعني انت زي ما بقولك محتاجة تعرفي انت مين، محتاجة تشتغل على نفسك قبل ما تلاقي حد ينفعك. فمثلا انت حاسة انك عندك مشكلة في سيلف كونفيدنس مثلا، ثقتك بنفسك، دوري هي منين. هل هي انت مثلا اوفر ويت، تخينة مثلا، حاسة انك مش بتلبسي حلو، حاسة اوكي لو تخينة احنا ممكن نعمل حلقه مخصوص على ازاي الوز ويت من غير ما اكره عيشتي، اوكي، عشان موضوع الايمج ده اساسي في موضوع السيلف كونفيدنس يعني. ما بلبس حلو، طيب عندي واحده صاحبتي ذوقها حلو، بس في حكايه التخن والرفع يعني هو يعني تراثيا بيتقال كل فوله وليها كيان، يعني مش بالضروره انها تخس او تبقى رفيعه وتبقى تخينه، لا لا ده فان. هي بس تدور ايه يعني مثلا عندها ازمه في السيلف كونفيدنس مثلا بالظبط. يعني انت بتتكلمي تشتغل على نفسها بالظبط، ايه العيب اللي جواها اللي ممكن يكون مانعها من انها تمارس حياتها بشكل طبيعي وعادي وتستمتع بحياتها. والله مثلا عندها ارق، عندها يعني اوبسيشنز معينه، اي حاجه اشتغلي على نفسك، هاتي لك كوتش، هاتي لك ثيرابيست، اقري بس اونلاين، اشتغلي على نفسك. او شخصيه مثلا ممكن تكون مثلا اعتماديه، يعني مثلا شخصية بتعتمد على الاخرين اكتر، فازاي هي تتعلم انها تاخد مسؤوليه نفسها واستغلي الوقت ده ان انت تبني. ما هو احنا الناس كلها، ما هي الناس كلها النهارده، من واحده مثلا سي بتخلف عندها 20 سنه، واحده ثانيه 30، واحده 35، مش بالسن طبعا، بس يعني انا كل ما بقرا وبعرف نفسي يعني ببقى بيرنت احسن، حتى ببقى والده. فانت صحيح. كل حاجه بتعمليها بتستثمري في روحك، يعني مش هتروح بره خالص.